أو حبايب قلبي، شو أخباركم اليوم؟ جات لكم بفيديو كتير 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 مهم. وباي ذا واي، هذا الفيديو للمبتدئين المبتدئين، يعني إذا أنت مش مبتدئ بتقدر توقف الفيديو ما بدك إياه. فخلينا أنا اليوم نحكي معك. في مسؤولية كتير كبيرة كان علي بهذا الفيديو، عشان الفيديو وهذا الموضوع تاع reading stats مسؤولية كبيرة. إمتى الواحد بيقدر يقتل الكامبينز؟ إمتى الواحد يقدر يستمر؟ إمتى الواحد بيعرف يقرأ الكامبين مزبوط؟ الصراحة لهلأ إحنا لهلأ قديش مر علينا كامبينز، وهيك مرات كتير منكون مترددين نقتل الكامبين أو نطفي الأدسيت أو ما أو نخلي الأدسيت موجودة عشان الستاتس لسه مش واضحة. ولكن أنا بعرف انه الناس المبتدئه لسه ما في عندهم البادجت الكفاية انه يضلوا يشوف كيف الوضع ماشي، وكيف التارجتينج، وكيف الكامبين، وكيف الانجيجمنت اذا بيجي سيلز او لا. فحاولت هون اكثر ما اكون معتدل انه نلاقي طريقه اعطيكم قوانين فيها، اذا مشوا حسب القوانين بتخلوا الكامبين، اذا لا بتطفوها. بس عشان احكي لكم كمان مره، هون فيش شيء، فيش شيء رياضيات ورا هذا الشيء. هذا الشيء بيتعلق بالكامبين نفسها. يعني ممكن هلا اطفي الكامبين وافكر حالي اني طفيتها ومزبوط، وبعد ما اطفيها انه كانت ممكن تجيب لنا سيلز. فعشان انتم تكونوا عارفين هذا الاشي ما في قوانين فيه، فالوضع كتير مفتوح، وانتم مع الخبره لقدام راح يصير في عندكم طبعا اكثر خبره امتى تخلوا امتى لا. بس انا راح اعطيكم قوانين اوليه هلا. اهم شيء انه قبل ما نبدا بالقوانين الاوليه نتعلم على السي بي ام، ونعرف انه لازم يكون في عندنا لينك كليكس، فيو كونتنت، اد تو كارت. كل هاي المواضيع لازم تكون واضحه بالتيبل تبعنا، وبدي افرجيكم كيف يو سيت اب يور كولمز، الكولمز تبعون الاد مانجر، عشان تعرفوا بالضبط وين تشوفوا هاي الاحصائيات وتعرفوا بالضبط ايش بصير معكم. اهم شيء كمان انه نطلع على الاد سيت مش على الكامبين ككل. ممكن الكامبين ككل تكون صار في $50 ومش جابه سيلز او مش جابه بيرفورمانس منيح وتروحوا تطفوها انتوا، هذا غلط. لازم تطلعوا مش على الكامبين، تطلعوا على الاد سيت، اد سيت باي اد سيت، لانه ممكن يكون في اد سيت مش منيح اللي هم هدول بدهم لازم نطفيهم، ممكن يكون في اد سيت ممتازين فاحنا هدول بنخليهم. عشان هيك ما عمرنا بنطلع على الكامبين بيرفورمانس، بس بنطلع على الاد سيت باي اد سيت. بالعاده تقدروا انه تقروا الادس، الاد سيتس تاعونكم، تقدروا الاحصائيات تاعونكم بعد 24 ساعه ما يمضوا. بس مش طبعا بكل الحالات زي ما كنت احكي قبل، ممكن مرات كثيره يكون في لازم انه تصبروا عليها اكثر، خصوصا لما يكون السي بي ام عالي. سي بي ام حكيت خليدي، حكيت سي بي ام، شو يعني سي بي ام؟ طيب خلينا نروح نشوف شو يعني سي بي ام. السي بي ام، السي بي ام، السي بي ام، وصلنا للشيء بتاعت السي بي ام. شو يعني سي بي ام؟ السي بي ام هي قديش راح ندفع مصاري، قديش الفيسبوك، تسعيرة الفيسبوك للألف امبريشن، للألف مشاهد. يعني لو ألف واحد شاف الاد تبعنا قديش احنا راح ندفع للفيسبوك. وهذا هو الموديل تاع الفيسبوك، كيف بحسبنا الفيسبوك، بحسبنا حسب قديش المشاهدات تاعونا. يعني هو ما بحسبنا حسب قديش البيرتشيس او قديش كل شيء، بحسبنا قديش هو عرض الاد تاعتنا، عرض الاعلان تبعنا. سوري. فمثلا اعطيكم مثال هون، لو السي بي ام عندنا $5، يعني هذا الشيء يعني انه احنا راح ندفع $5 للفيسبوك مقابل 1000 مشاهده او 1000 مره بعرض الاعلان تبعنا. لو السي بي ام $10، راح ندفع $10 للفيسبوك ب لا 1000 مشاهده. يعني لو 1000 واحد شاهدوا الاعلان راح ندفع له $10 لمستر فيسبوك. ليش السي بي ام بتغير؟ طبعا السي بي ام بتغير من بلد لبلد، من نيتش لنيتش. كل ما يكون في شو يعني، شو يعني هذه كومبيتيشن، كل منافسه. يعني مثلا هون اعطيتكم مثال، في مثلا سي بي ام من 3 ل $10 في بيكونوا بالبلاد الاوروبيه، مثلا زي ايطاليا، اسبانيا، فرنسا، مرات بيكون هيك، مرات شوي بيكون اعلى بوصل $12. بس هدول الدول بيكونوا عليهم شوي منافسه اقل من الدول الثانيه. يعني مثلا بامريكا عندكم من 10 ل 20 او من 20، مرات بوصل حسب النتش ل $40 و $50 ممكن يوصل. يعني انتوا تخيلوا لو عندكم الاسيت البادجت تبعها $10، $10 لما يكون في عندكم ال سي بي ام، لما يكون السي بي ام مثلا، خلينا نعطي احنا مثال صغنن انه السي بي ام عندكم $50، فانتوا هو مش راح توصلوا لخمس الألف، يعني بس يمكن 200 راح يشوفوها من الألف اللي هي الخمس. فهون عشان هيك احنا
السي بي ام كتير بيأثر علينا، هو العامل الرئيسي يعني عندنا البادجت بتتعلق كتير بالسي بي ام تبعتنا. فهلا بما انه احنا عرفنا شو السي بي ام وشو يعني سي بي ام وكيف بتغير من السي بي ام من بلد لبلد، عشان هيك مثلا الاي كوم لوكال انتو بتسوي بموروكو كتير اسهل، لانه عندكم السي بي ام هو 3 4 دولار بالمغرب اذا ما كانش اقل، يعني انتو بال 8 دولار او ال 10 دولار خلينا نحكي اللي منحطها البادجت، بادجت ادس البادجت كيف تعلمنا قبل، احنا عطينا 8.96 يعني هيك على السي بي ام تبع 3 دولار انتو راح توصلوا تقريبا 3000 شخص صح؟ يعني من ال 3000 واحد بيكون في عندنا مجال اكبر انه يشوفوا الاد تبعنا وانه يشتروا. إيه بعد ما خلصنا الموضوع تاع السي بي ام اللي هو اهم معيار بكل تسعيرتنا وبكل الستاتس وبكل البادجت تبع الفيسبوك وهكذا وهكذا، بنقدر ندخل بالشيء الثاني اللي هو كيف انه بدنا نعرف كيف نتطلع على ايش نتطلع وكيف نتطلع عشان انه نقرر نخلي الاد او لا. ولكن قبل بنروح على الاد مانجر تبعنا وخلينا نحط الاشياء المهمه. الاشياء المهمه بالاد مانجر تبعنا بنروح هون على الكولومز بنحطه كاستمايز كولومز هون. الاشياء المهمه انه نشوف ايش الويب سايت كونفرجن، اذا بتيجي هون على الكونفرجنز طلعوا كيف هون بتروحوا على الاد تو كارت لازم نشوفها، content views لازم نشوفها. الاد تو كارت هو كم من شخص ضاف البرودكت للكارت تبعته اللي هو دعس اد تو كارت بوتن. ليش هي مهمه؟ عشان هي بتفرجينا انه مثلا الشخص معني كان وحط اد تو كارت. content views هي كم الاشخاص هي بتعدلها اللينك كليكس مثلا، بس هذه بتتعلق بالبيكسل انه كم من واحد شاف الكونتنت تبعنا او البرودكت بيج، هذه كمان مهمه. إيه بدنا كمان purchase، هذا اهم شيء انه كم من واحد سوى purchase، وبدنا الكوست تبع purchase عشان نشوف بالضبط قديش الكوست تبعنا. وفي شيء واحد نسيته انا، check out initiated هذا كتير مهم انه نسويه. إيه هذا بيعني انه مين وصل للcheck out page وبلش يحط الديتيلز تبعونه، اسمه عنوانه whatever. هلا بدنا كمان CPM نضيفه، CPM اللي هو اهم شيء زي ما حكينا. link clicks خلينا نحط link clicks كمان، وايش بدنا ايش بدنا ايش بدنا ممكن يكون إيه هذا هو اللي بدنا اياه حاليا عشان نعرف. طبعا لفيديوهات قادمه بنقدر نحكي على اشياء تانية. واهم هون زي ما انتم شايفين انه ضفنا لنا كمان الموبايل، بنفع انه كله نختصره، نرجع نسوي كاستمايز كولومز ونسوي هون ايميل اشياء بدنا اياها، ايميل كله خليه يكون كله مره واحده. هذا جديد صار يسوي الفيسبوك باي ذا واي، ما كانش من قبل ف عادي تعودنا عليه. اوكي امن هدول الاشياء ما بدنا اياها، البيت ستراتيجي لاست سيجنيفيكانت اديت ريزلتس امبريشن خليها كوست بير ريزلت، خليها كواليتي رانكينج ماشي، هذا الرانكينج ما بدنا اياه، اماونت سبنت بدنا اياه، الانز بنفع نقيمه، سكيدجول نقيمه، add to cards، وهيك بيكون عندنا جاهز. بس تخلصوه كله بنفع هذا اللينك، اللينك ممكن تحطوه جنب ال view content عشان وين view content مين بده يجنني هذا ولا خلص خليه save as preset، ممكن تكونوا custom يوسف مثلا تسوي apply عشان مش كل مرة تسوي نفس الاشي، بس بتحطوه وبكون عندكم سيفون. ف صار في عندكم الكولومز اللي بدنا اياهم، هي هون في السي بي ام، دائما لازم نعرف ايش السي بي ام تبعنا عشان نعرف كيف نتعامل. بناء على الجدول العظيم بدي افرجيكم اياه كمان شوي، تشيك اوت انيشيتد كوست بير بيرتشيس، بيرتشيس بنفع نرتبها زي ما فرجيتكم انه تخلوا البيرتشيس اخر شيء، تشيك اوت حسب الترتيب هي المفروض فيو كونتنت اد تو كارت تشيك اوت انيشيتد وبيرتشيس. الاماونت سبنت قديش من المصاري انتم دفعتوا سو فار، هذه كثير ضرورية، وقديش الـ cost per purchase، قديش impressions أكم من واحد شاف الاد تبعنا وهكذا هكذا. بشوفكم بالفيديو البعدي أحكي لكم كيف ممكن إنه إحنا نقتل الـ campaigns، إمتى نطفي الـ campaigns، نطفي الـ ads وكل هذه المعلومات، لأنه هذه ضرورية. ليش؟ راح توفر عليكم كثير مصاري، لأنه أنتوا لما تسوي هون 8 و9 و10 ads مثلا مش راح تكونوا ضايعين، راح تصرف كثير مصاري في أول ممكن 5-6 ساعات،
لانه اذا في عندك 10 رئات راح يصرفوا على القليله، على القليله 30 $40، وانتم ما فيش عندك ولا اي فكره ايش بصير. عشان هيك مهم انك تعرف شو بصير، اذا الادسيت منيحه او لا، الكامبين ماشي منيحه او لا، وهذا الشيء بيوفر عليكم مصاري. لانه خصوصا المبتدئين، لما كنا احنا مبتدئين كنا نكون مبسوطين ومش عارفين ايش بصير. ف تصرف 100 و200 و300 دولار وانت فاكر انك قاعد تستنى السيل، القصه مش هيك. القصه لازم انه يكون فيها معايير تطلع عليها، اذا ما اجى السيل من اولها او حسب المعايير اللي انت لازم تشوفها مش راح يجي السيل، مش راح يجي. فضروري هذا الفيديو كتير 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 ضروري يا جماعه الخير.